من تنسيقيه شباب الاحزاب اصبح من منصب نائب محافظ قنا. معنا عبر سكايب الاستاذ الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا. بنرحب بحضرتك يا فندم وكل سنه وحضرتك طيب. اهلا وسهلا بحضرتك وكل سنه وحضرتك طيب استاذ محمود واستاذه ندى. مساء الخير معالي النائبه مي وكل سنه وحضراتكم بخير بمناسبه ذكرى ثوره 30 يونيو. اهلا طيب. وسهلا بحضرتك دكتور حازم. خليني ابدا مع حضرتك. حضرتك شاب وليك دور تنفيذي، ازاي حضرتك شفت هذه التجربه ان الشباب، يمكن كنا بنتكلم مع استاذه مي، كان مفيش طموحات مفيش امال مفيش حد بينظر للشباب، لا تحول حصل لان الشباب الان اصبح بياخد مناصب قياديه وبيكون مشارك بشكل كبير قوي في صنع القرار. طبعا شكرا لحضرتك. في البدايه طبعا بهني فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى 30 يونيو والشعب المصري وبلدنا كلها في امن وامان. وممكن ابدا مع حضرتك، يمكن ثوره 30 يونيو كانت سبب رئيسي في انه تكون لدينا قياده طموحه لديها اولويات كبيره في مجالات متعدده ومنها مجال تمكين الشباب. ممكن اعود لحضرتك لو تفتكري وضع اوضاع الشباب في عام 2011 و12، حاله استقطاب كبيره، عدم وجود حاله من الحوار بين الشباب حول القضايا التي تهم المواطنين وتهم الشباب ايضا. يمكن حصل طفره كبيره وتغير في طريقه تفكير الشباب وفي اسلوب حوارهم من بعد 2014 و2015، وكان سبب رئيسي في ده طبعا القياده السياسيه في انها وضعت الثقه في الشباب. وزي ما حضراتكم عارفين الثقة دائما هي مفتاح النصر لأي إنجاز. ويمكن في سبتمبر 2015 كانت وجهة السيد الرئيس لطلاب جامعة قناة السويس، وفي يناير 2016 تم يعني إعلان عن عام الشباب خلال اللقاء الكبير اللي تم تنظيمه بمناسبة الاحتفال باليوم المصري للشباب. ومن بعدها تم إعلان حزمة من القرارات التي عملت على تمكين الشباب وتأهيلهم في مجالات متعددة على المستوى الاقتصادي. يمكن نتذكر القرار في هذا الوقت بتكليف البنك المركزي بتنفيذ برامج لتقديم قروض ميسرة للشباب على المستوى الاجتماعي من خلال توفير العديد من آلاف الوحدات السكنية بتكليف وزارة الإسكان ببناء مساكن توفير الإسكان الاجتماعي. على المستوى تأهيل وتدريب الشباب وتمكينهم إداريا وسياسيا من خلال طبعا الإعلان عن البرنامج الرئاسي، ثم أخذ شكل مؤسسي لاستهداف كل الشباب من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب اللي بتشهد حاليا طبعا استضافة لكل القوى السياسية والمجتمعية للمشاركة في الحوار الوطني الذي دعا له فخامة الرئيس في مايو الماضي. فهناك العديد من الأسباب والعوامل اللي أدت إلى توفير فرص للشباب اللي زينا أنه يشارك في الحياة السياسية بشكل فعلي. كمان مؤخرا ظهرت العديد من الكيانات السياسية، منها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اللي تأسست في يونيو 2018، والحقيقة خلقت حالة من سياسة بمفهوم جديد لأنها قدرت يبقى عندنا شباب، الشباب المصري من مختلف توجهات سياسية يقدر يتحاور مع بعضه بدل من حالة الاستقطاب والتنافر اللي شهدتها البلاد على مدار الفترة الماضية. فبالتالي أصبح في حوار، لغة مشتركة ما بين الشباب، كله يسعى في خدمة المواطنين، هدفها بناء دولة حديثة تتسق مع السياسات العامة للدولة المصرية بعد 30 نعم.